انتقال النادي الاهلي كان فيه قصه. انا كنت لعيب في النادي الاسماعيلي، لعيب في النادي الاسماعيلي ولعيب دولي. طلعت قلت انا عايز العب في النادي الاهلي. حصلت مشكله كبيره، ويمكن النادي الاهلي بعد ما دفع الفلوس للنادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي رفض يدي الاستغناء ورجعوا في الموضوع، فانا ما كانش ينفع ادخل الاسماعيليه بعدها. رحت كاس الامم 2008، جالي عرض طرابزون وانا موجود في البطوله، رحت اعاره بنيه البيع. قعدت 6 شهور وبعد كده خدت قرار ان انا ارجع النادي الاهلي. فوضات النادي الاهلي كانت موجوده مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان وقتها المهندس ممدوح عباس كان هو مسؤول النادي، وراجل من الناس المحترمه جدا، والناس تتعامل تعامل محترم، يمكن كان بيتكلم معايا كتير وكان في مفاوضات. انما انا كنت عندي الاختيار الاول بالنسبه لي والاهم بالنسبه لي ان انا عايز ارجع النادي الاهلي. والدليل على كده ان لما حصل مشكله كان المفروض النادي الاهلي رايح يدفع $1,000,000 لنادي طرابزون، وكان المهندس عادل القيا والاستاذ خالد الدرندلي موجودين في تركيا. النادي قال لهم لا، احنا محتاجين $250,000 زياده، وسيدي يتنازل عن كان حوالي $90,000 يتنازل عنهم. فطبعا انا التسعين دول ما فيهمش مشكله، 250 فهم كان معاهم شيك $1,000,000 بس، فانا قلت انا هتحمله من جيبي. قالوا لي ازاي؟ طب المهندس عادل القيعي والاستاذ خالد الدرندلي، قلت انا هتحملهم من جيبي وخلاص. بعد كده النادي يقسمهم من مستحقاتي. قالوا لي بس يعني انت مش ضامن ان انت، لان انت عقدك في النادي ضعيف، يعني عقدك مش احنا ما بنديش عقود كبيره جدا، عقود عاديه، فالموضوع بالنسبه لك. قلت له لا، انا متحمل قراري وانا متحمل المبلغ ده من جيبي ومن مستحقاتي ومفيش مشكله. انا عايز ارجع النادي دلوقتي، انا عايز ابقى لعيب في النادي الاهلي. الزمالك انا لو قلت لك ان انا اتقال لي، ويمكن انا مش هقول اسماء، يعني انا اتقال لي تعالى دلوقتي واكتب في الشيك اللي انت عايز تكتبه، يعني الرقم اللي انت عايز تكتبه اكتبه. انا اليوم ده فعلا يعني رحت مكان تاني بقى، رحت عند كابتن خطيب البيت ومضيت على بياض في وجود الكابتن حسام بدري في وجود الكابتن هادي خشبه ومشيت.